وفاة الأمير معن بن زائدة. في هذه السنة توفي الأمير معن بن زائدة الشيباني من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاء، له قصص مشهورة في الجود والكرم والحلم. أدرك العصرين الأموي والعباسي، فكان في الأموي من أمراء العراق لواليها يزيد بن هبيرة. فلما انتقلت الخلافة إلى العباسيين طلبه الخليفة أبو جعفر المنصور فتوارى في البادية، وثار جماعة من أهل خراسان على المنصور وقاتلوه، فتقدم معن متنكرا وقاتل تحت راية العباسيين. فلما عرفه المنصور حفظها له وأكرمه وجعله في خواصه، ثم ولاه اليمن وبعدها سجستان فأقام فيها مدة وبنى دارا، فدخل عليها أناس في زي العمال وقتلوه غيلاً.